يا قريش كيف يجي كده استراحة ما في سوي تلفون حقنا؟ لازم سوي تلفون سوي ترتيب. بابا راكان ماما يمشي صبح من هنا. راكان كان هنا؟ ايوه يا قريف راكان هنا. بعدين شوف انت انا خراب بيت، انا سوي ترهيل. ما في مشكلة، انا ما في اقعد كثير، انت روح جيب بضاعة عشان انا مستعجل بروح سافر لندن. ما شاء الله، روح لندن ايش سوي؟ ما لك دخل، يلا جيب البضاعة. انت ايبا بضاعة؟ وين فلوس؟ فلوس حقي كلها في التجارة هناك في لندن، يومين ثلاثة ايام راجع واعطيك اياها. اثنين يوم تجيب فلوس؟ ايه ما في مشكلة. قمار ادي ما في مشكلة، بعدين جيب انا يجي. عليك هيديس يا الخبي، كل شوي حطب بعض المكان، بس هين هين يا قمار. يا ساري خبريني، يا ساري خبريني عما جرى، خبريني ما جرى خبريني. ياس حبايب قلبي، انتم ثروة، بس هرجع من السفر بغيركم الفلوس. فلوس يا بعد صديقي. الحمد لله بخير، ولكنك تأخرت 5 دقائق، ليس من عادتك. كنت أراقبك من بعيد وأنت تطعم الطيور، وكانت إطعام الطيور بالنسبة لي تسلية محببة. لكني لم أطعم الطيور للتسلية فقط، وإنما رفقا بالحيوان، وليس الطيور فقط بإنما أي حيوان على وجه الأرض. توم، أين شردت وبماذا تفكر؟ لا شيء. كلما سألتك عن شرودك المتكرر قلت لي لا شيء. ألسنا أصدقاء؟ نعم. أنت تعاني من أمر ما، ما شرودك المتكرر إلا نتيجة قلق وخوف. صدقت، فأنا أشعر أني تائه في هذه الحياة وأفكاري مشتتة. إذن افتح لي قلبك، عسى أن تجد ما تحب. أحقا ما تقول؟ جربني، وبهذه المناسبة أدعوك غدا لتناول طعام الغداء في منزلي لكي نتحدث عما تحب. وأنا موافق. إذن لنذهب إلى مصانع الألبان، هيا بنا. هيا. عاد الفئة ذي يا ركان شرينا منها 10، وبشرك وصلت منها 4 وباقي 6 جاي بالطريق. يعني حتى شوف عطانا كتالوج لها عشان تختار اللي تبي. بس يا اخوي رد عليه يا اخوي. لا يا حبيبي، خله يدق من هنا لين اخر يوم، انا ما عندي مشكله، انا ابي احرق قلبه. خليه يرن. رن يا حبيبي رن. طيب وش رايك تخليني ارد عليه؟ ابى اسمع كلام. لا خلي ضغطه يرتفع. لا 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 يا حبيبي، انا لا ابغاك ترد ولا ابغى احد يرد. بعدين حرنا صارت تضربني يا اخي، صرت اروق عليها، تبغى اضيعها مني؟ ها شفت؟ قفل الخط. الا بسالك، خلف وينه؟ خلف مني كلمه الحين، خلاص قاعد يجهز نفسه للسفر لندن. اي ليش لا؟ خله يشوف لندن على يدي. هذا ويرجع يدق، انا اروح انطلق.
رد يا ولد مشاعل يا حقي رد. لو هالمرة بس في كلمتين لازم أقولهم لك، ولو ما قلتهم كل شغلي راح يطيح في الأرض. حسبي الله عليك يا راشد، تصرف. صار لك يا مشاعل، واضح على هالشخص انه يبي يتسلى. بعدين من يوم ما صار يتصل علي انقلب البيت وصار وضعه يخوف. انا اصلا ما ودي يتصل، خايفة راكان حس بشي، وانا ما صدقت متى يرجع لي بعد ما كان بيضيع من يدي. حبيبتي عمتي، ايش ذا؟ ليه ما قلتي لي ان انت ما رحتي الشغل اليوم؟ كان جينا بدري وجلسنا طول اليوم مع بعض. الا راكان ما هو هنا؟ ليش؟ عشان اخذ راحتي بس. خذي راحتك، ما شاء الله كبرتي وصرتي عروس وحلوه، هنيئه لصاحب النصيب. ايش ذا الكلام يا عمتي؟ اصلا انا قدامك ولا شيء، انت اللي ست العرايس. الله يجبر بخاطرك، انا خلاص راحت علي. اما راحت عليك عمتي؟ ايش ذا الكلام؟ والله انك احلى عروسه في الدنيا كلها. ما عليك يا سالم، تحملها شوي. مفلح هو طبع كده حاد وناشف وجلف، تحملها شوي. تراني متحملها علشان ابوه. وانا بتحملها عشانك، بس انا خايف يسوي شيء ويخرب المشروع. لا لا تطمن من ناحية هذه ما راح يسوي شيء. طيب انا ابيك تسمح لي لاني بطلع المستشفى ازور الاستاذ جبران. ايه ما يبيها تفكير، روح وسلم عليه، واذا لقيت هلا سلم عليهم بعد. ان شاء الله. يلا السلام عليكم. يا كمرة قال أفكر أزور جبران علي أنا يا سالم. ألو. عفوا طال عمرك، أنت الأستاذ عبد الله؟ أي نعم، من معي؟ أنا صديق أحمد ولدك. كنت يعني معاه زمالك كذا وجيت من الخارج وقالوا لي إنه أحمد مسافر، بس بغيت طال عمرك رقم أحمد عشان أبغاه في موضوع مهم براسله كذا، مشتاق له يعني من زمان ما كلمته أنا. والله والنعم فيك، أبشر برسل لك جواله وعنوانه. تسلم طال عمرك، تسلم. حياك الله، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. شو القصة؟ راجع بدري؟ لا يمه لا قصة ولا شيء، بس خلصت شغلي وقلت اجي اشوفك ونطلع نتغدى برا، ودام منى فيه تروح معنا. انا؟ اي انت وخالي وزوج خالتي، ايش رايك يمه؟ ما يبي لها كلام. خلاص اجل جهزوا نفسكم عشان نطلع. ها ان شاء الله. يلا جهزي يا عروس، مو كل يوم راكان بيتذكرنا بمشوار.
قريب ما. طيب طيب ابشر. ابنزل بسرعه. يمكن أخون ثقة أبوي فيني. أمول؟ هلا يمه. أي هلا، إيش فيكي هاليومين؟ مو عجبتني، لونك مخطوف، سرحانة، تفكرين؟ لوني؟ لا ما فيني شيء، أنا بس يا يمه قلقانة أفكر في مرت عمي هند. أي بعد عمري، إن شاء الله تسوي العملية وتطمن عليها. لا تفكرين يا يمه، فكري بدراستك وبس. إن شاء الله، وأنا الحين بتصل في أبوي عشان أطمن عليها. زين تسوين. يلا يمه، أنا بطلع فوق. اذكر الله يا ابنك، تذكر الله. عمي، أنا خايفة على أمي. معك حق وانا عمك، بس تطمني ان شاء الله امك بخير وما هي محتاجه الا دعواتكم علشان تسوي العمليه وتنجح وترجع لكم بصحه وسلامه وانا عمك. الله يسمع منك يا عمي. يعني لازم نسوي العمليه هذا الخواجه اللي اسمه ميشيل؟ اي نعم. عندك مانع؟ يبا ما يجوز. امي مره ونجيبها دكتورة مره مثلها، ليش ندخل الرجال ذا على امي؟ ما يجوز ما يجوز، ذي عندك وعند الشيخ مفلح بس. أمي صحتها أهم من أفكارك يا أخوي. يا عيال وش فيكم؟ وش بلاكم؟ أهم شيء صحة أمكم وتقوم بالسلامة. صدقت يا أخوي، فعلا كلامك صحيح. وذيك الساعة ما يهم، ما يهم من اللي سوى العملية، لأن العملية محتاجة إلى طبيب متمرس. العملية صعبة يا ناس. وبعدين يا مقبل، الدكتور ميشيل مو الحالة اللي بيسوي العملية، معه فريق من عندنا موجود. وبعدين هذول الأطباء من اللي جابهم؟ جابتهم الحكومة. ثانيا الطب ما في وش اسمه ولا وش ديانته، المهم تبادل الخبرات ومصلحة المريض اللي بتعالج عنده. حتى ولو ما يهمني هالكلام، اهم شيء امي ما يدخل عليها رجال، وانتم بكيفكم. يصير خير. ارجوك يا اخوي لا تزعل من كلام ولدي. ان شاء الله من اخوك. كمان الله. يبا لولا عمامي كان ما ادري ايش صار فيني وفي امي. اي والله صدقتي يا بنيتي، لا حول ولا قوه الا بالله. وش تبي؟ قل لي وش تبي بالضبط؟ تبي امك تموت ولا تحيا؟ شكرتك على إسعاف البابا والله قليل. هذا واجبي، واستاذ جبران يستاهل. وأنا كمان يا سالم بتشكرك على كل شيء عملته معي. وين ما عم يشوفك. وهذا أنا جيت عندك عشان أطمن عليك. مثل ما لك شايف عم ننتظر العملية. المهم طمني، شو أخبار مشروع مصنع الألبان؟ استاذ جبران، حنا بالمستشفى مو بالمشروع. فهمي يا أستاذ سالم، نصحته أهم. من الناحية هذه تطمن، احنا باشرنا المشروع وأي استفسار أنا راح أجي أخذ رأيك فيه لما تتعافى وتطلع من المستشفى. تعال أبيك. ماني بجاي. مستخفي بيدك أنت؟ اقرب يا ولد، أبي أكلمك وما بيهمك تسمعني. مدام كذا هذا أنا جيت. غبي أنت،
ما تفهم هذا وش ابي منك؟ شوف ركان هذا صار ما يرد علي. عارف عارف، حاولت اقنع بس هو ما يبي يرد علي. يقول انا كذا مبسوط ومروق اذا ما اسمع صوتك. افا يقول كذا يعني احر ما عندي ابرد ما عنده. يا ولد لو ما رد علي ترى كل اللي بنيناه يبي يروح. هي كلمة واحدة لازم أقولها له ويسمعها مني وبتشوف شلون يتدمر وبناخذ اللي نبيه. وشلون تبي تدمر وتاخذ منه اللي تبي؟ شلون أقدر أفهم هالغبي يا ناس؟ راشدي يا حبيبي أنا عندي الشيء اللي يدمره، فهمت؟ كل شيء في ذا الرأس، وإذا رد علي راح تشوفه عندي هو وأمه تحت الجولي يبوسونها يبوني أطلعهم من هالمشكلة وهالورطة. طيب وش المصيبة وش حلها؟ صح عليك الحين بدأت تفهم. طيب يعني المصيبة هذه ما قلتها لي وش حلها؟ ردينا للغباء مرة ثانية، كل شيء بوقت حلو، أهم شيء أنك تخليه يرد علي. والحنقم قم جيب لي شيء آكل يلا. وش دعوة توني متعشين وأنا مثلك مخي هذا فاضي؟ أنا قاعد أشتغل أفكر أبي بروتينات وشغلات تنشط لي الذاكرة. قم جيب الأكل يلا. طيب شكرا لله بروح اشوف لك اكل. اشغلتنا يا خلف يا اخوي، ولو خليت ننام يا اخوي راشد ونرقد نعيم الله خير على طول يا اخوي. خذك المزير وذرف يا اخوي المطار. والله يا ابن الحلال لو ما سيارتي خربانه ما دقيت عليكم، نسيت اخوياي يعني نسيت الغطاء. لو ما سيارتي خربانه ايش اللي جاي يروح تلفت لا جاكم. لا هم اللي يسافرون برا ترى كذا يتكلمون. ايش تعرف انت؟ لا ايش رايك في الطقم ذا؟ كيف طقم مواعين ذا؟ وش فيه؟ وش الالوان ذي؟ بدون ازرق بزرق يعني على اساس متر الهلال. انا العرب مكشخ مو انتم يا يلا توكل الله بس توكل يلا فلان. لا توكل يا اخوي راح بلا عموما بلا بنجلاديش هناك. السلام يعطيك الف عافيه. أنا متأكد أول ما يشوفون جواز سفري راح يهجمون علي من شوقهم لي. حرام الحين مفروض كنت راكب الطيارة، بس يلا لازم أرجع لك في يوم من الأيام يا لندن. آه منك يا لندن. تفضل يا أخوي. تفضل يا سيد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان يا أخوي. هذا وقت نسيت الجواز، نسيت الجواز بالسيارة. بس دقائق روح جيب السيارة واجيك. استعجل أخوي لأن ما بقى وقت على الرحلة. إن شاء الله. شكرا لك يا هلا. حيا لا على فكرة يا أحمد، أحس علاقتك أنت مع توم تطورت هالأيام، مع أن أفكاره ما تتوافق مع أفكارنا نهائيا. أنا عندي إحساس أنه بيشدك اتجاهها. فهمت قصدك، بس لا تخاف علي، أنا عارف وش قاعد أسوي. صدقني توم مثل أكثر الشباب في هالمجتمع اللي عايشين من التشتت الذهني والفكري بما فيه الكفاية، وعندي إحساس يقول لي أن توم يبحث عن الهدوء والاستقرار في ظل هالصخب وهالحياة اللي عايشينها. يعني وش ممكن تسوي معه؟ الآدمي حياته غير حياتك ودينه غير دينك بعد. بالحوار كل شيء يصير. أنا على الأقل من جهتي بسوي اللي علي، والباقي على رب العالمين. يمكن أقدر أغير شيء. وبعدين توم أنت ناسي أنه وقف معي في موضوع المصنع حق الوالد، وهذا أقل شيء ممكن أقدم له إياه. على الأقل توم أحسن من خويي اللي راح وخلاني لحالي. ما نسيت؟ بعدين ترى هذاك اليوم أبغى أنسى. بعدين بقول لك يا ناصر، خصوصا في المجتمعات اللي مفتوحة وكل شيء فيها سهل، العلاقات العابرة بين أي بنت ولد مصيرها معروف قصير. خلاص خلاص يكفي، أصلا أنت وش يدريك بالحب؟ خلينا لك الحب أنت وإشكالك،
المهم أنا الحين بطلع، أبروح المكتبة وبعدين بمر الجامعة وبودي الطرد حق الوالد. خلاص وأنا بلحقك هناك إن شاء الله. إيه هين، هذا إذا جيت الجامعة، ولا إذا لحقت على آخر محاضرة أصلا. لا لا أوعدك بيجي من أولها إن شاء الله. عموما أنا اليوم عزمت توم على الغداء، أبيكم تراجع من الجامعة تمر تجيب الغداء وانت جاي. حاضر، المهم خلني أمشي الحين. لا على فكرة لما ترسل الصور عن طريق النت ترى أسهل لك وأوفر. والله أنك صادق، وبالمرة بعد أكلم الوالد على السكايبي. يلا نشوفك. حياك. أعتقد حان الوقت عشان أطلع من هالخرابة وأسكن في فيلا تليق فيني، كلها كم يوم في لندن ويخلصون، يعني وش الفرق بين هنا ولندن؟ ما في فرق. صبر الارض يا اخو، ايش تبي انت يا اخوي؟ صل على الرسول يا راكان، ترى انا صاحبك، انت نسيت الصداقه اللي بيننا عشان اصحابك الجدد ذولي اللي بيضيعوك يا اخي؟ النهايه معك، اصحابي وانا حر فيهم، انت ايش تبغى بالضبط يا اخوي؟ قل لي. انا جايك عشان موضوع واحد. وش موضوع؟ ترى الجامعه صدر قرار فصلك. الله اكبر، الجامعه فصلوني ها يا راكان؟ الموضوع ترى فصل، اذا تبي ترجع لازم تراجع الكليه. يا عموما جامعه انا ما ابي، هم خسرانين. الشيء الرئيسي لا عاد اشوفك خلف بيتنا، كويس؟ يلا اركب سيارتك توكل، يلا 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 عاد اشوفك. يلا ايش العالم دي، ما عاد تستحي والله، ما عاد تستحي. ارفع عليك، للحين ما قدرت ترجع لها، الشغل على كيفك ينتظرك. المهم قل لي وش صار معك في شغلنا؟ ما عليك، ابشر بسعدك، كلها يومين واخلص لك الامور. انا جاهز والعينات عندي، المهم ترسل لي الفلوس واشتري لك الكمية واسوي لك الماركة اللي تبيها ونلصقها على العبوات. المهم الفلوس. ماني ماني ابد، ما عليك، بكرة حول لك 100,000 دولار. اتفقنا، اذا استلمت الفلوس باشرت الشغل على طول، وخلال اسبوعين البضاعة بتكون جاهزة للشحن وعليها ماركة عالمية مشهورة ومربحها كثير. المهم موضوعنا الثاني، الهدية اللي ارسلت لك اياها، الولد اللي ارسلت لك رقمه. هذه بسيطة، راح اخليه يبكي على الساعة اللي جاء فيها لندن. متى تباني ابدا معه؟ نكون انا ما اطلب منك الا كلمة واحدة بس، ليش تبخلين عليه فيها؟ قوليها مهما كان ردك، ما راح اقول لا. نكون انا احبك وانت. معناته نفترق؟ لا خليك، بس لازم تعرف شيء مهم بحياتي. نكون ما تهمني حياتك السابقة، كل اللي يهمني أنا وإنت الحين وبس. ناصر، في شي لازم تعرفه، أنا مطلقة وعانيت كتير من زواج السابق، وبسبب هالزواج تعرضت. لا تقولي شي، هذا هو الشيء المهم الحين. أنا ما علي من أي شي سواء زوجك السابق، وأنا وعدك راح أخليك تنسين اسمه بعد. كنت خليني أكمل كلامي، صدقني لو كملت كلامي كنت راح تتراجع عنهم وتهرب مني. وين صرحتي؟ أنا قلت لك أنا أحبك،
وأنا كمان بحبك. الحين أقدر أقول إني أسعد إنسان في الدنيا وانولدت من جديد. بس هالولادة عمرك فيها أسير. قوليها مرة ثانية. بحبك. أنت ليش ما تفهمني؟ أنا ماني صغيرة علشان تتسلى معاي. يا ليت تسمعيني بس. شلون أسمعك ولا الحين ما أعرف اسمك ولا أعرف من وين عرفتني؟ لكن أنا أحبك. كلام مراهقي. اسمع، أنا سمعتك كثير وخلاص يكفي. بس بعد ما خلص الكلام. لو تبي تتكلم كنت تكلمت من زمان. لآخر مرة أسألك، مين أنت ومن وين عرفتني؟ كل شيء بوقته حلو. يعني ما تبي تتكلم؟ لو سمحت لا عاد تتصل فيني مرة ثانية. ايش فيها الغالية زعلانة؟ من اللي مزعلة؟ ناس قليلين أدب تقول لهم غلطانين يرجعون يتصلون مرة ثانية. وكم الرقم؟ ما يظهر الرقم. ما يظهر الرقم؟ دائما الناس المزعجين يخفون أرقامهم عشان لا أحد يعرفهم. معقولة يكون نفس اللي اتصل فيني؟ لا مستحيل. وشلون بيعرف رقم أمي؟ وشلون عرف؟ مثل ما عرف رقمي يقدر يعرف رقم أمي. راكان وين سرحت؟ قلت لك واحد قليل أدب وانتهى الموضوع. يا عارف عارف يا أمه. خلاص أنا برجع أنام. ما تبي تتعشى؟ لا يا أمه ما أبي. إلا صح نسيت أقول لك يا أمه، ترى بديت مشروع بسيط، صفقة الألبان وبمبلغ صغير. أي صفقة وانت طول الوقت قدامي؟ أدري يا أمه، أنا رسلت خلف خوي قلت له شوف عينات الألبان وإذا تمت الصفقة أسافر لهم. إيه بس أنت ما خبرتني. أدري يما، أنا قلت لين تجي الصفقة ويجي وقت المناسب وأقول لك. شغلنا ما يمشي بهالطريقة، شلون تاخذ قرار لحالك؟ يا يما الله يطول في عمرك، يا بعد راسي أنت. الموضوع بسيط، يعني ما يبي لا اجتماع ولا مجلس إدارة، يعني سهل الموضوع. إذا تم راح نكسب كثير. خذ جوالك. يمكن قسيت عليه شوي. لا لا، هذا اللي المفروض أسويه، وإذا اتصل مرة ثانية لي كلام معه. الله يخفف عليها. بس ما توقعت ان ذا الحد هند غالي عليك. وش هند؟ هذه امك، هذه امك الغاليه. انا اللي بس اقول هند. وانت بعد، وانت بعد غالي علينا. انت حياتنا كلها يوم، انت كل شيء، كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى لنا. ايه يا وليدي، بس انا احس اني غلطت في حقكم كثير. لا يبا، لا يبا، تكفى، لا تقول لنا ذا الكلام. انت ابونا وطاعتك واجبه علينا. الله يخليك لنا. معليش انا شكلي غلطان في رقم الغرفة، اسف اخوي. Thank you.
عدنان نعم يا باشمهندس. حد عمل مشاكل النهارده؟ لا الحمد لله. الشيخ مفلح جه النهارده؟ لا ما جاشناش. طب يلا روح على شغلك. شكرا. ربنا يكمل المشروع ده على خير. الله يستر ان شاء الله. يا اخوان انا ماني ضد الخير في ديرتنا، ولكن يجيبوا لنا مصنع في الديره شره اكثر من خيره، هذا ما نبي. بيجيبوا لكم عمال يا الربع، عمال من كل مكان، لا نعرف لهم دين ولا مله ولا عقيده ولا عادات ولا تقاليد. واللي اردى من هذا كله مستاجرين الشركات، مستاجرين بيوت للعمال. والعمال هذول وشنهم؟ عزابيه، يعني بيسرحون ويمرحون في الديره، هذا رايح وهذا جاي. احنا نخاف على حريمنا وعلى اطفالنا وعلى عاداتنا الحلوه وتقاليدنا. هذول شر علينا، شر ما نبيهم. احنا منا بساكتين يا اخوان، وانتم المفروض ما تسكتون. احنا لازم نتصرف وبسرعه. ما في احد بيخرب اخلاق احد يا شيخ مفلح. ومدامك بتسوي مشروع خير، خلي الخير يعم على الديره كلها ويستفيدون الناس. واللي ايمانك قوي ما في شيء في الدنيا زحزح ايمانك. اول شيء يا شايبنا يا كبيرنا اكبرنا سن وحكيم، عيب عليك بهذا الشيء بتجسس علينا عند البيبان، والله عيب. ومع ذلك الله يسامحك. انا الحقيقه نيتي غير اللي انت فهمته. انا احاول اوعي وافهم الاخوان خطر الموضوع. في النهايه ترى هذا مجرد راي. راي؟ لو كنت تقول شيء مهم ما كنت نسيت الأهم، ما كنت نسيت الصلاة يا شيخ مفلح. ما نسينا الصلاة، ولكن كان في كلمة سريعة. أقم الصلاة يا ولد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسف يا توم. أحمد، أريد أن أخبرك شيئا. تفضل. حتى لو عندك ضيفا تداه لتصلي. آسف يا توم، ولكنه لا يجوز تأخير وقت الصلاة. يعجبني صدقك، رأيتك تصلي وأنت مطمئن. وهل فعلا الصلاة تترك آثارا؟ طبعا يا توم، العلاقة بين العبد وربه تشعرك بالراحة والهدوء. الراحة والهدوء مطلب لكل إنسان. توم، أحس بأنك تريد أن تقول لي شيئا، أصحيح؟ هل تريدني أن أخبرك من البداية أم أختصر؟ أريد من البداية، تفضل. This is the house? Yeah, this is the address. وصرت أرى أبي يتحول إلى جلد وعظام بسبب المخدرات والمرض. عشنا أنا وأمي وأختي في هذه المعاناة، وتركت دراسة اللغة العربية بعد سنة، وتركت عملي
لتموت عائلتي في حادث سيارة وبقيت وحيدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه نتيجة إدمان المخدرات يا توم. وأصبحت حياتي فارغة وذهبت إلى القرية لكي أتخلص من آلام نفسي. وهل تخلصت منه؟ للأسف لا. قرأت الإنجيل أكثر من مرة وبكيت مناجا الرب، ولكني ما زلت تائه. وهل لمشكلتي حل؟ ما من شيء إلا وله حل. ما تعاني منه هو نتيجة عدم توازنك النفسي. معك حق، فالشك والظنون تنغص على حياتي وعقلي. هناك حل إن أردت. إلي به. لحظات. سأعطيك هذا الكتاب، ففيه حالات كثيرة تشبه حالتك. كتاب؟ هذا هو الحل؟ لقد قرأت عشرات الكتب. ربما لم تحسن الاختيار. سأعطيك فرصة لتقرأه، ولك الحق في أن تقبل أفكاره أو ترفضها. رجال خالدون. نعم، إنه يذكر حياة 70 رجلا من المسلمين. كل هالفلوس عندي ماني قادر اتنعم فيها. كل هالفلوس عندي ومو قادر اسوي شيء. انا معقد مريض عاجز. هذه مو بعيش، هذه مو بعيش، مو بعيش هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا اخوي؟ ايش فيك الصاير؟ وش بس سيدي لو قلت لك انا والصاير؟ وش يبي يريح بالي؟ لو قلت لك ان صدري هذا بينشق من الملل ومن كل شيء، بتقدري تسوي لي شيء؟ لا، ما اقدر اسوي شيء، لان اصلا ما في شيء. شفتي؟ ما في حلول، ما عندك حلول لي. الناس كلهم يطلعون ويتمشون ويشتغلون ويروحون عند اصدقائهم ويسافرون يتزوجون ويجيبون عيال. انت لو اني جايب عيال ما كان شفتي حالتي هذه. انت مسوي بنفسك كذا. ما حد قال لك لا تطلع، لا تروح، لا تشم هوا، لا تشتغل. عموما قول الحمد لله. الحمد لله على كل حال. بس عاد صدري ضايق وقلت افضفض شوي. دقي على الغبي ولدك خله يجي ياخذني كذا مشوار. اخوي ايش فيك؟ راشد في الشغل نسيت. جتني عدوة الغباء. اسمعي ما عليه، انا ابي اديك عليه اخلي يجي ياخذنا، ولا تطبخين اليوم، نبي نتغدى على حسابه.